تبع الجرة. تبع الجرة. في تبع الجرة كالعادة شو نرجعوا على الأخبار شو نبداو بطبيعة بالفيديو البارح تم تداوله برشا صحرورة كي نقولوا كيفاش تفرق ما بين صلاة الصبح وصلاة المغرب شنو الصلاة خير من النوم بلي اسمك صحرورة بلي علاش عملت مالك قلت لك صحرورة ديما كي قصيت والله العظيم هكا يا ملاك احسب روحك ما سمعتش أمين رفتني على الاخر معناها الفيديو انا ما ريتوش اون ديريكت حتى ما نشوفش الوطنيه انا باش مازال نحكي ليش الفيديو قال لك شنو الفرق بين الصلاه كم الصلوات الكل عندك الظهر والعصر والمغرب والعشاء كيف كيف كان الصبح في الصلاه خير من النوم فوالا وعطونا في المغرب كي تلقى جوستوما وتجي الابداع مره اخرى من القناه الوطنيه الاولى والله هو خبر يضحك ويبكي زوز والله العظيم والله الفيديو اللي تم تداوله بطبيعه على الصلاه البارح صلاه الصبح تتعدى على القناه الوطنية الأولى في أذان المغرب دونك العباد الكل تستنى في الأذان يجيها المؤذن يقولها معناها بداوا تسحروا وصلاة خير من النوم معناها تبدل الأذان متاع الصبح تحط في صلاة المغرب إيش أقول لك زهرهم قوية على الأخرى الأيامات معناها لا تعدت لهم لا في ظهر لا في عصر ولا في ولا في الدروس القرآنية معناها احنا شفنا الايامات اللي فاتت ديجا الحصه نتاع الحصه الدينيه اللي كانت بالطبيعه هنا فيها المذيع بن علي وحرمه وهذه تقريبا في اقل معناها من جمعتين غلطه الثانيه اللي داولها واللي غشت برشا العباد على خاطر مرضيه زعما شكون شي يطرد هذا هو هذا السؤال هذا السؤال هل بالتطريد معناها واضحه وانه الاشكال ما هوش تطريد الاشكال وانه الحقيقه هو استخفاف بالعمل في حد ذاته فما برشا قبل معناتها وقت اللي تحكينا تصير الغلطة وش بيكم كبشتوا فيها وش بيكم وش بيكم وصارت برشا كلمة يا سيدي هاي والمرة هذيش باش نعملوا معناها نقعدوا ساكتين سي فري تصير الخطأ الخطأ هو الخطأ بشري يصير ولكن أقل من جمعتين معناها تلقى حاجتين كيف ما هكا ما يجيش نحب نعرف هنا هو اي حاجه باش تتبث مو ثم كنترول عليها قبل فما ديريكسيون دونتين فما تسمع وتشوفها تتعدى ما تعديش فيها حاجه مش اوتوماتيك ما نفهمش فيها برشا اما مش اوتوماتيكمون تتعدى معناها مثلا نتاع الظهر تتعدى في الظهر نتاع المغرب انا والله ما نعرفش الطريقه نتاع الوقت اللي تدخلوا لليخشيك تاع التلفزه الوطنيه تو تفهموا علاش قاعدين نحكيو راهو ليخشيك اللي فما باش تتعدى معناتها باش تجبد من كما نقولوا احنا من الفيديوتيك معناها حتى لين توصل للانتين تتعدى ب 14000 مصلحه وال 14000 مصلحه هذوكم موجودين وفما ناس تخلص عليهم وتخدم عليهم موجودين ناس تخدم اي معناتها فما واحد ولا فما ثلاثه ولا اربعه ما خدمتش خدمتهم فما الكل هما كان هذوما الكل الفيديو تيك ما خدمتش خدمتها ديريكسيون دونتين ما خدمتش خدمتها والواحد والديبارتمون معناها اللي هم غاديك نتاع الارتستيك ما خدوش خدمتها الكل ما خدموش خدمتهم سا سو فوا وانه فما استهتار بال بال بالعمل المشكله جيتهم في صلاه المغرب وقت الناس كل قاعدين قدام التلفزه الناس كل مركزه غادي ولا ماهوش غادي معناتها فما الحقيقه استهتار كبير انا اعتبره هذا نتحمل مسؤوليتي وقت الذروه هو ديجا كما قلت سحر التونسي ديما يعمل على الاذان نتاع التلفزه الوطنيه هذه لو كانت تصير في قناه مثلا القنوات الخاصه في قناه خاصه قناه خاصه تصير عليها تصير عليها الدنيا راهو ياخذوا اجراءات تتقلب عليها راهو الدنيا الكل ولكن احنا على خاطر رزق البيليك نتعاملوا معاه هذاك نتعامل مع رزق البيليك ما نتعامل عادي نورمال يصير اور ما يصيرش ما لازموش يصير. دونك نمشيو للخبر اللي بعده يجينا كالعاده من الستاتويات المثيره المنير بن صالحه البارح هبط على الباج فيسبوك نتاعو تدوينه جديده بخصوص زين العابدين بن علي الرئيس المخلوع اللي بطبيعه هو منير بن صالحه المحامي نتاعو قال اللي اليوم ان شاء الله العشره نتاع الصباح بن علي باش يهبط رسالة من المملكة العربية السعودية باش يرد فيها على بعض السياسيين اللي يحكيوا عليه في المدة الأخرانية وشكنا شفنا وحكينا في الستاتيو اللي هبطها محسن مرزوق كيف كيف من حركة النهضة عبد اللطيف المكي برشا أطراف حكيوا على بن علي وعلى الوضعية الصحية متاعه الحرجة مؤخرا وعلى عودته من عدمها إلى تونس كان اليوم تهبط الرسالة معناها صحيحة الحكاية وفي الوقت معناها العشرة متاع الصباح نتصور هذه باش تكون أول مرة
يكون فيها رسميا رد من عند بن علي بعد هروبه في 14 جانفي. شكون الرسالة مكتوبة أو رسالة ما نعرفش وما قال رسالة ما نوع الرسالة ما 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 عطاش نوع الرسالة مكتوبة وإلا صوتية. أما المهم قال 10 متاع الصباح باش تهبط رسالة. أما نصورها باش تكون رسالة مكتوبة لأنه احنا عندنا بدايدة ونستنى وقالوا أنه فما مدونة ولا فما مذكرة بتاعه قاعدة تكتب باش يكتشف الحقائق وغيره. ولكن أنا ما شفنا حد شيء. مش أول مرة يقول منير بن صالح زادة وأنه باش يتكلم بن علي ولا باش يقول حاجة ولا باش قالها برشا مرات ما خرجش. تو نستناو منا ما عادش بكري العشرة قلنا العشرة تو نشوفوا منا الاخر الحصة سكي سيغ كيف فما حاجة تو نتبعوها. نستنى في الكلام شنو اللي باش يتقال في الرسالة هذه خاطر برشا توانسة كي سمعوا الاخبار يحبوا يعرفوا شنو باش يقول شنو باش يقولش. كما قلت انت بالكلمه ولا بالصوت كيفاش باش تكون الصحه نتاعو وجهه. تصور اللي قاعد يتم تداول هذيك هي نتاع صحته توا وهذاك هو بدنه توا وهذاك هو وجهه توا. برشا عباد راهي تحب برشا اكيد يا اخي كنا العباد الكل تكبر يا اخي ماشي عباد تمشي تصغر انت مش تصغر اوكي ما يعطي اي سحر بربي ما نخلوها على جنب سحر ما تقارنوها بحتى مخلوق في الحياة هذه. خاطر أنا الحمد لله يا رب الحمد لله. نمشيو للأخبار الموالي ويجينا بالطبيعة من شركة الخطوط التونسية. ظهر لي أكثر لعبات سحر خلينا نسألك أنت كنقولوا شركة الخطوط التونسية تاني سيرج. مأساة عندي أنا مأساة معناها أنا باغمي الناس اللي نتسمى بالقداء معناها نتسمى أبرك حال معاهم وقت اللي ركبت معاهم 7 سوايع روتار بركة. ونورمالمون بريفيو نوصل في الليل وصلت في الصباح وجيت طول الراديو وجيت في غيبوبه معناها وفضايح بالحق فضايح جوستومون هو تو كي تسمع فضايح. كي تسمع اجراءات باش يتم اتخاذها لفائده الشركه هذه شنو تقول؟ تقول اكيد ثم يا اما طياره تجدد يا اما اعوان معناها باش يتم تاهيلهم بالكدا خاصه خاطر العباد تحكي على المعامله السيئه تحكي حتى على فتحيه ايش نقول لك حتى نوعيه الاكل اللي تمد الباجاج حتى لو كان ما يتسرق حتى لو كان ما يتسرقش راه لافاسون بالحق الخطوط الوحيده يهزوا بشماته يلطخوا مستحيل في ليشتك تطلع صحيحه تطلع مفلقه دو بارتو حتى لو كان ما تهز منها حتى قطعه مدقدقه عليه ما نعرفش في عوض يتم الأخذ الإجراءات هذوما لفائدة الشركة هذه ولتحسين الخدمات في الشركة هذه يجي القرار مؤخرا لفائدة الأعوان متاع شركة الخطوط التونسية الترفيع في قيمة وصولات الأكل معناها الوصولات متاع الأكل اللي يأخذوها الأعوان مش يزيدوهم فيها زادوهم 2000 معناها كنت تاخذ مثلا وصل أكل ب4000 مش ولي لك ب6000 يو احنا شو مدخلنا ماني اي ما هو ايش مدخلك انت للفلوس اللي لازمها تمشي في اعاده تاهيل الشركه هذه. اليوم عبيت نقلت القرار هذا يقول لك شنو يقول لك احنا اليوم قاعدين نستناو في اجراءات باش تحسنوا هالاعوان هذوما تحسنوا الخدمات نتاعهم في تصرفهم مع المواطنين مع المسافرين نجيو نلقاو اول قرار يتم اتخاذه بعد الماساه الاخرانيه نتاع الشركه والرتار والشيء اللي يصير تزيدوا لهم في وصول الاكل الوغ هما الاعوان نتاع تونسير من اكثر الاعوان يتم انتقادهم كسوا في تونس وحتى المسافرين أجانب فتحية رو زادوهم في وصولات الأكل معناها خالي كأنك خالي زيدو على الشيء اللي يعملوا فيه على الشميتة اللي يعملوا فيها مع تقوش عليهم عاملين عليك مزيد تقوش عليك مشيت سافرت بلاش هما زادوهم معناها عطوهم البونو متاع الماكلة زاد عطوهم بونوات معناها عطوهم حسيبي ربي حسيبي ربي قول لك يا فتحية شي عملوا معناها انت أبسط حاجة كتجي متعدية في الديوانة خارجة ما هو الديوانة بحذا الباب نتاع الخروج اللي تبدا تفيس بيه انت وخارج هكا كوم كوا والناس تبايبي لك عرفت يمرمدوك قبلوا الباب هذاك يحلوا لك فليجات كيقلبوهم لك يفرتوهم لك قطعه قطعه يقول لك لقط تقوش عليك في فريب ماهمش بالحق معناه بالحق فضيحة جوستومون هو اللي في البلدان وكل ما يعملوا لك شكاكه حتى كي يفرتوا لك شويه فليشتك سامحنا يعاودوا يلموها لك هذا القرار اللي هي الورقه هذه نتاع القرار هذا اللي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وعلق عليها برشا عباد اللي هي متغشين الحق متغشين ما هوش وقته وما هوش أنا أعطى هو وقته أنا مش وقته الحقيقة شوف مش
تونيسيغ هي مؤسسة وطنية وشركة وطنية اللي في حد ذاتها نعرف انه الكلمة ذا مش يعرف مش يعجب برشا الناس في الحالات الكل خسارتها وقال الكلام عليها بالخايب برشا برشا راهو باش يزيد يضر المؤسسة هذه وفي الحالات الكل باش احنا نخلصوا في هذاك فنطالبوا اكثر الحقيقة الاصلاحات الهيكلية بون العمل باش يزيدوهم دينار اثنين في الماكلة مش هذاك هذاك موضوع واحد اخر ومن حقهم زاد كعمل من حقهم امام مقابل تعطيني سيرفيس مزيان فوالا امين حقو ما تلومش على الخدام انا ما نلومش تعرف شكون اللوم انا اللوم على الهيكل في حد ذاته الهيكل المنظم للخدام الخدام ما نلومش عليه لانه اذا يلقى فوضى موجوده قدامه والا ما يلقاش فما هيكل ينظمه وهيكل يعطيه هاو وين تمشي هاو الباركور نتاعك هاو شنو تعمل وشنو تعمل ونعاقبك من بعدها ما نلومشوش ما دام يلقى مثلا يعمل اخطاء كبيره اخطاء كبيره في العمل نتاعه وما يتعاقبش عليه انا ما نلومش على الخدام نلوم على الهيكل اللي موجود فالخدام انا مثلا كي تجي تحكي معاهم العمله تفهموا انه فما مشكله في حد ذاتهم حتى هم في حد ذاتهم يعانيوا وما يحبوش الشركه نتاعهم تكون هكا في يوم من الايام كانت الشركه هذه اللي هي تعتبر من احسن الشركات الموجوده في المنطقه وكانت سمعتها نظيفه برشا هي هو مش وجه البلاد مطار تونس انت كي تهبط بطاقة بيرسونيل نتاع مطار عبوس نقام طارير لا بخلاف صدفه محلوله في الوسط مش ميز طالعه من وين الكونترول انا ما نلومش على العامل هي ما ثم وعي زاد الكونترول الوعي يقول لك انا ساعات شنو تحكي معاه تحكي معاه في اندام وفي اخلاق وفي تصرف يا فتحية كي تحكي مع العمل يقول لك انا ما عناش شنو تحكي لك على ما عناش ما عناش مثلا كنترول هذا الكنترول اللي موجود يقعد قفلته محلول حتى تجي الكنترول يا فتحية شيف بيرسونال يجي يدخل ما يخليهوش معناتها تصور شو تدخل مثلا غاديك شيف بيرسونال اللي لازم ياخو غاديك القرارات نتاعك سامحني نسك سؤال وانت داخل الراديو ولابس شوميز وغزرت تلقى شوميزك محلول تقعد سنه اللي يجيوك لدار يقولوا لك سكر شوميزك ممكن تجيني عليها غماخ هذيك ونتبع وانا نتبع عندي كنترول نتاعي نتبع انت بينك وبين روحك ما تقولش لازمني نكون انا مريقل ونمثل مش الكل ما نصورش المشكله هذيك فينا احنا العرب راهو مشكلتنا انه ما نمشي وما نخدم خدمتنا مزيان كما نلقاو شكون يعسى علينا من تالي العرب بالكل العرب ما نقولوش العرب لانه كي تجي العرب وين واصلين توا في لا نحكيو احنا العرب اسمعني مش نحكيو معناها انا كي استعملت كلمه العرب معناها نقولها احنا في الدارجه نتاعنا ما انا احنا العرب ما نقولها مش معناها ما تبداش تقول لي تصنيف وتبدا باش ترجني في ثنيه لا ما نوضحوا كلمه تتقال احنا العرب احنا التوانسة احنا التوانسة ما يمشي وما يخدم كان كيبدا عبد يعس عليه وما يخدم كان ما يخاف اللي بشريته باش يتقص منها والا يخاف اللي باش يجيه كيستيونير والا يخاف اللي يعرفه باش يعس علاش علاش ما نخدموش خدمتنا من غير ما تكون ثم مراقبه علينا علاش ما نخدموا الخدمه كان بالخوف علاش ما نخدموش المراقبه هي خدمه في حد ذاتها هي وظيفه كامله للمراقبه موجود هي وظيفه على كل دونك الجدل يتواصل والحديث ما يوفيش وفي تبع الجرة كل يوم نعمل لكم دورة على الأخبار اللي كيف من هكا تستفزنا شوية وتحيرنا واحد يقول كلام صحيح والآخر يقول كلام غلط والأراء تختلف هذا اللي نحبوا نوصلوا له وانتم زادة تتفاعلوا معنا الناس اللي تسمعوا